الشكل اللي قدامنا ده ما يديكش الكتل وما يديكش التحالفات وما فيش احزاب. طب ممكن الكتل دي تتشكل بعد يعني دخول البرلمان بناء على ايه؟ مش لازم يبقى في قناعات؟ مش لازم يبقى في اتجاهات؟ مش لازم اكون انا يساري وانت يميني وواحد شيوعي وواحد وطني وواحد مش كده ولا ايه؟ وهم دول اللي يتالفوا مع بعض ولا يكون كل الناس داخله كده ما حدش عارف هو مين ولا اتجاهه ايه؟ كل همه انه يبقى عضو في البرلمان. فالنهارده كيف ستخلق التحالفات داخل البرلمان التي تتخذ القرارات ويبقى ليها الاجماع؟ هتجيبه منين ده؟ لما كنت مشكلة. لما كنتوا بتشكلوا قائمه الدكتور كمال الجنزوري كانت في اتهامات ان دي قائمه الدوله. والله انا قعدت مع الدكتور كمال الجنزوري كذا مره وما حسيتش ابدا دي قائمه الدوله. ليه؟ لان هو كان بيختار اشخاص بعينهم ويعرضهم على مجموعه معينه من اللي قاعدين معاه. يعني هو كان في مجموعه معينه بتقعد معاه وهو كان بيختار اشخاص بعينهم، والاشخاص دول على فكره اغلبهم ما كانوش ما لهمش انتماءات سياسيه، خد بالك، اشخاص مشهور لهم بالكفاءه والنزاهه والعمل الوطني المستمر ولهم فكر. ايوه بس الدكتور كمال الجنزوري كان ولا يزال مستشارا للرئيس، بس هو ما كانش داخل معانا على فكره، ما كانش هيبقى عضو مجلس الشعب. هو اللي كان بيشكل، هو كان بيختار زي الكوتش كده، زي هو كان رايه ايه؟ كان رايه ان انا عايز احصل على 120 واحد مختارين بعنايه، ومن 120 واحد دول يمكن ان يجتمعوا، واخد بالك، لان بتجمعهم حاجه واحده بس، هي مصلحه البلد، ما لهمش مصالح شخصيه، وكلهم عندهم فكر، وكلهم لهم سي في قديم كويس قوي، وكلهم ناس مشهود لهم بالوطنية وبالأمانة. عايز يجمع العناصر دي بشرط ان العناصر دي تقدر تختار، تقدر تقول القرار ده صح ولا غلط. وعلى فكرة ما كانتش ظهير للرئيس ولا حاجة، ما كانتش المفروض تبقى كده، دي هي كانت هتبقى موجودة عشان تؤيد الرئيس عندما يكون كلامه حقا، وتعارضه عندما يكون كلامه غير مقبول، مش رجاء تؤيد الرئيس، لان المجموعه دي اصلا اللي كان بيختارها معروف عنها كويس قوي ان لها اراء حره. طب وهل المجموعه دي يعني اللي كانت في قائمه الجنزوري او ما يسمى بقائمه الجنزوري ما تسكنتش دلوقتي في قائمه؟ تسكن جزء منها، تسكن جزء جزء منها تسكن، بس مش كلها، في جزء جري وراح، ما هو برضه وفي جزء اختاروه يعني، هو بقى لكن جزء منها تسكن طبعا، بس مش كلها. مش هتترشح على الفردي؟ الفردي ده شغلانه دي ليها ناسها. إيه؟ مش اي واحد يقدر يترشح على الفردي. ليه؟ الفردي ده يا سيدي لازم يعرف يبقى عنده فلوس كتير جدا عشان يعرف. حضرتك ما عندكش فلوس؟ انا ما عنديش خالص فلوس، فلوسي على قدي بالظبط، يا دوبك بتكفيني. الحاجه الثانيه يقدر يروح يقول انتخبوني انا خير بدي يمثلكم. يستطيع ان يقول الوعود الخلابه، بس دي مش شغلتي، ما اعرفش اعملها خالص، ما اقدرش اعمل كده، ما اقدرش اروح الناس اقول لهم انتخبوني انا خير من يمثلكم، ما اعرفش. عناصر وأعضاء وقيادات الحزب الوطني اللي تقدموا بترشيحهم لهذه الانتخابات، كيف ترى هذه النقطة، لا سيما ترشح المهندس أحمد عز أمين التنظيم في الحزب الوطني؟ أنا رأيي في ذلك أن على هؤلاء الناس أن يتنحوا جانبا. ليه؟ حتى لو هم ذوي كفاءات. ليه؟ شوف، أنا لو اكتشفت وأنا برشح نفسي بدائرة أن هناك مجرد تفكير في أن أنا كنت عضو يوما ما في مجموعة اتهمت بالفساد، لازم أتنحى، مجرد بس مجرد ان انا اسمع ده. فانا شايف ان الناس دول خدوا وقتهم في معارضه ليهم في الشارع، في ناس مش عايزاهم، طبعا فيهم ناس كويسين، مش كلهم فاسدين، فيهم ناس كويسين وفي ناس بتحب وطنك كويسه لكن انا رايي انك انت طالما ان عليك اعتراض في ذلك، ما هو مصلحتك فيه؟ هل فاجاك ترشح المهندس احمد عز؟ فاجاني جدا، استغربت جدا، عجبت ان هو رشح نفسه يعني. انا اعتقد ان ده عند نوع من العند. عند مع مين؟ عندما هو عايز يثبت ان هو الراجل ما نجحش بالفساد، ما هو لو عرش على نفسه ونجح يبقى اذا ما كانش بيزور. مش كده ولا ايه؟ يعني قواعد عايز يثبت، قواعد اللعبه اتغيرت دلوقتي؟ بالتاكيد، ما فيش خلاص تزوير، بس في فلوس، بس ما فيش تزوير، بس مش في كدا؟ فلوس في فلوس طبعا، بالتاكيد في فلوس، بالتاكيد في فلوس.